غيث ذو 26 عاما والمتخرج من كلية العلوم السياسية عام 2015 لم يكن يوما ولمجرد الحلم تراوده فكرة افتراش الطريق ليل نهار عبر اعتصام دام لسبعين يوما يبحث من خلاله عن فرصة عمل له في القطاع الحكومي. نحن نبحث عن فرصة عمل يعني لا أكثر. حالها الشباب ما رايد أكثر من التعيين يعني ما طالب في شيء كبير. هسه احنا صارنا 70 يوم ما عدا اعتصامنا القديم اللي من 2019. قصة غيث لا تختلف عن زملاء له يشاركونه نفس الهموم جمعتهم مشتركات واحدة كالتحصيل الدراسي والساحة التي احتوتهم من كافة محافظات البلاد، احتواء ضم بحدود 300 متخرج من كليات العلوم السياسية يناشدون السلطة التنفيذية بإيجاد حل لمشكلتهم. احنا من أوائل المعتصمين والخريجين اللي نزلوا للشارع اللي يعولون على حكومة السيد الكاظمي. غالبيتنا مطلع على الوضع السياسي وباحثين سياسيين وحتى نتيجة التحليل واصلينها. اليوم احنا التخصص الاول اللي دعم الحكومة اللي ساندها وقوفنا بالشارع هو تأييد لهم. احنا موجودين امام وزارة الخارجية بانتظار رئيس الوزراء قدومه او اي شخص يمثل الحكومة بجهة رسمية حل مشكلة الشباب المعتصمين امام وزارة الخارجية. قصص واحاديث متنوعة تطرق داخل هذه المخيمات، يتحدث البعض منها عن جوانب اقتصادية تتعلق بالمعيشة اليومية واخرى في كيفية التخطيط للمستقبل عبر تكوين اسرة. انا رجال متزوج وعندي اطفال 2 وتخرجت وقاعد، يعني منين اصرف منين اجيب؟ اكثر من 4 سنوات 5 سنوات احنا خريجين، بعد شو وقت نلتجي للزواج؟ شو وقت نلتجي لتكوين الاسره؟ يعني هاي نقطه جدا مهمه، يا ريت يلتفتونا. افكار تعددت ورغبات تنوعت وهموم تكاد تكون مشتركه، لعل ابرزها هو الحصول على فرصه عمل. اثير عادل، العراقيه الاخباريه، بغداد.